في حد المشنقة. ماما مكتفانا، ربنا يصبرك. ماما مكتفانا الاثنين مكتفانا. بس الاثنين. هو حسين اللي ماسك ايديها من ورا مكتفه بالكنزير ورجليها من ورا. هتتكلم هتعمل ايه ولا ايه؟ قولوا لي ايه هتعمل ايه ولا ايه؟ ربنا يصبرك. مهما كان يا ضعيفة مش حبلة الرجالة، صح ولا لا؟ هي طبعا مش حبلة، مش حبلهم. وكانت تنقلوها كتفوها، يا ريتو كان لوحده. هتعرف ازاي برجليها حتى تديهم اللي بتديله بمعنى حاجة ولا ايديها من ورا؟ الجنازير واحدة بتكلفها يا ناس، هتعمل ايه؟ ايدين ورجلين من تحت هتعمل ايه؟ استسلمت طبعا. شوف بتموتها بعينها، دي اللي شافت فعلا الحقيقة موتها بعينيها، ومجنظرينها ومكتفينها وخانقينها وحاطين عليها مية نار بعد ما دفنوها. طب لما هي ماتت في ايديكم بتحطوا عليها مية نار ليه؟ قولوا لي كده. اما هي انتوا موتوها قبل ما تدفنوها، طب بتحطوا عليها مية نار ليه؟ كملي. بتحطوا عليها مية نار ليه؟